جي بي اس ممكن يحطوا فيه الوقت. شوف راك تكلمت على قطاع قطاع مهم وهو قطاع الصناعه تاع فيما يخص المركبات بصفه عامه، والمركبات تطلب معايير صح داكور، والمعايير هذه تطلب المطابقه الهومولوغاسيون تاعهم مع عند لوبيراتور، معنا لازم انت لازم المنتوج تاعك يكون منتوج في معايير دقيقه صح داكور، من حيث النوعيه الصلابه القوه تاعو، من هذا الازاز لازم اقلب المنتوج تاعنا كاين كاع لي زوبيراتور بريفي بيبليك وما يفو بارتيسيباسي في باسكو علاش المنتوج كيما هذا الناس بالك نعرفوه هنا محليا وما يعرفوش الاشقاء الليبيين، واعتقادي مع وزير التجاره كاين وفد كبير وشركات خاصه وعبوبيه وما بتعرف المنتوج هذا باسكو السوق سوق واعد تاع ليبيا ولا الاسواق المجاوره اللي عندنا والحمد لله، خاصة منتوج كيما هذا اللي يتطلب لا بريسيزيون الدقة. شوف شوف سوناتراك شوف سوناتراك هذه للأمانة سي على بالو إيزون كري أن ديبارتمون داكور، ماشي ديبارتمون أون ديريكسيون تاع لي برودوي لوكو داكور من أجل الانتيغراسيون لوكال، معناه ديجا لازم تنسق معهم أول ما تعرف لي برودوي تاعك، وصدقني دوكا سوناتراك لحقوا واحد الدرجة راهم يحلل الواردات بدرجه كبيره لا بروف اخر 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 معطيات عطاها لنا المدير فيما يخص العرض اللي داروا لنا حوالي منذ اسبوع، داروا ان ايكونومي تاع 3 مليار دو دولار باستعمال الموارد المحليه. الموارد العموميه والخاصه بدات تستعمل هذه المعدات، واليوم رانا في كذلك في هذه اللحظه في منطقه بلحسن ومنطقه نشاط بامتياز كذلك، والتي فيها مؤسسة خاصة تنتج في الكابلات، وكما تعلمون أن آفاق هذا النشاط أو هذه الشعبة مهم جدا شعبة الكهرباء، وهذا طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بعد إنشاء التكتل أو ما يعرف بالكلوستر فيما يخص هذه الشعبة، حصينا أكثر من 160 إلى 158 رانا وصلنا إلى 160 والعملية مستمرة، وذلك من أجل تقوية القدرات الإنتاجية المحلية من الحد من الاستيراد. سوف يكون لدينا غدا إن شاء الله في ولاية مستغانم لقاء وطني بهذا التجمع من أجل إبراز مقومات هذه الشعبة. العراقيل لم تنتهي إلى حد الساعة، ما زلنا خاصة على مستوى اللجنة الولائية وحتى اللجنة الوطنية متابعة المستثمرين، واليوم الحمد لله سوف نسلم تراخيص لمستثمرين جدد يدخل في إطار توجيهات سيد رئيس الجمهورية من أجل مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل، واعتقادي كذلك أن بقانون استثمار والنصوص التطبيقية وإن شاء الله عن قريب فيما يخص الوكالة المتعلقة بالعقار الصناعي سوف يكون استثمارات كبيرة، وهناك طلب صراحة لهذه الولاية طلب كبير من بعض المستثمرين الأجانب اللي كان لي شرف استقبلتهم على مستوى الوزارة، وطلبوا هذه الولاية بيكون هناك استثمارات لأنها تتوفر على كل الإمكانيات والمقومات، وهذا يدخل في استراتيجية أولاً